اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من رد عليه. وهنا أقول لكم قصة الإمام أحمد الرفاعي رحمه الله، وأرجو أن تصدقوا هذه قصة صحيحة وسليمة. نعم، هذا الإنسان رباني، هذا إنسان من كبار أولياء الله الصالحين، ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، ثم اتجه زائرا مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه وقال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بأنشفتي. وإذا بيد خرجت من الشباك وقبلها أحمد الرفاعي، ثم إنه اضطجع عند الباب ووضع رأسه على حافة باب السلام، نعم، إذلالا لنفسه كي لا تغتر نفسه بهذا الشيء الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به. هذا حصل، نعم، ومن الأمور التي تواترت، لأن جمعا كبيرا وغفيرا كانوا موجودين كلهم شاهدوا هذا الأمر.